اليوم في الدورة السابعة للهيئة العليا للتعاون توجت بثمان اتفاقيات، خمسة أمضيت في القاعة وثلاثة أمضيت عن بعد بالتكنولوجيا الرقمية، وكذا الحوار كان جد بناء سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو بالأوضاع في المنطقة، خاصة قضايا مالي، ليبيا، الصحراء الغربية والمتوسط. فيمكنني في انتظار تعليق زميلي رئيس الحكومة الإسبانية أن نقول أن هذه المحطة كانت محطة جد إيجابية في مسار التعاون الجزائري الإسباني.